بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتاب. الأهلي والهلال قمة المسؤولية ومسؤولية القمة. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة، وحلقة مهمة جدا فيها أربع عناوين: الأهلي والهلال وتدفق نهر المودة، الحاوي وأزارو وعلاقة حب، أصل الحكاية رضا عبد العال من الألف إلى الياء، وأخيرا يعقوب وزويل والفانيلا الحمراء. أربع عناوين مهمة في محتوى شامل إن شاء الله يعجب حضراتكم.